استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير مدام عزة، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك استاذ محمد. استاذ محمد، هل تتوقع بعد قرارات سياده الرئيس امس بالزيادات، سواء بنتكلم على الحد الادنى او بنتكلم على المعاشات ايضا، دايما عندنا كده، عارف في مصر حاجه تقول لك ايه، ثقافه كده غريبه ما اعرفش مين اللي عملها، التجار والصناع ولا المواطن، اللي هو فكره ايه، حصلت زياده اسعار تغلى، هل تتوقع زياده اسعار في اي سلعه من السلع؟ طب مدام عزه، خليني الاول اقول ايه، احيي يعني قرارات السيد الرئيس امبارح، لانها يعني بتدي قد ايه بعد ان الرئيس خلال ال 24 ساعه في اليوم هو متواصل مع الجماهير ومع الشعب. هذه الزياده طبعا جايه، هي ما هياش هديه قد ما هي احداث نوع من التوازن لمستويات دخول محدود الدخل، بدليل ان اول حاجه كانت خاصه رفع الحد الادنى من 2000 جنيه الى 2400، وبالتالي دي 20% دي حاجه. نعم. خبر ايه؟ طب خليني ارحب مره ثانيه باستاذ محمد المصري. مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير يا فندم، انا اسف الخط هو اللي سرق مننا. فانا اللي عايز اقوله لحضرتك، يعني حته زياده الاسعار دي، يعني دي كانت في فتره يعني شماعه بتتعلق على القطاع الخاص. الله يبارك لك، قول بقى. بتتعلق على القطاع الخاص، انما الحقيقه في خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا اتحطت البنيه الاساسيه مع خطوات الاصلاح الاقتصادي، ان الامور يعني كانت الناس دايما تقول ايه، سعر الدولار بيزيد، الدولار كان بيزيد من 16 جنيه ل 18 جنيه، احنا بقالنا الحمد لله سنتين سعر الدولار ما فيهوش زيادات قرشين او قرش، يعني ما هياش عنصر شديد في موضوع الاسعار. تمام. نمره اثنين، برضو حقيقه الحكومه ومن خلال القوات المسلحه طرح السلع في الاسواق اصبح مجموعه كبيره جدا من السلع، لحوم وخضار وفاكهه متوفره في المجمعات. حضرتك احنا بنتكلم وقدام مني شايف صوره الدكتور علي مصلحي، الدكتور علي مصلحي خبر على توجيهات السيد رئيس الوزراء في هيتعمل معرض اهلا رمضان خلال شهر رمضان بتخفيضات من 30 الى 35، ده قبل الزيادات اللي جايه دي حضرتك. صحيح، هو كان إيه؟ هو حاليا المجتمع. ايوه، خلينا يعني حضرتك برضه نعترف، بس نفسي الناس بس استاذ محمد، نفسي الناس بس عارف كده تحس بالزياده، تتنفس، تستمتع، يعني ما فاهم. انا بكلمك، ما انا برضه انا تاجر، برضه تاجر وصانع، بس عايز اقول لحضرتك احنا 6 مليون، احنا 6 مليون عضو في اتحاد الغرف التجاريه، ما هم دول برضه مستهلكين، يعني احنا من مصلحتنا ان الاسعار ما تجيش. بس انا بقول لحضرتك ايه، البنيه الاقتصاديه الان في الدوله اصبح فيها تغيير كبير، اولا في سلع موجوده في الاسواق من خلال الحكومه، حصل نوع من العرض للاسواق، كثره المعارض وكثره المولات التجاريه، اصبح في تنافس، لان كل ما بعرض في اماكن مختلفه كل ده ما بيكون في مصلحه المستهلك. فانا بطمن حضرتك وبطمن جماهير المستمعين ان لابد ايضا ان القطاع الخاص، سواء كان اتحاد غرف سواء كان اتحاد صناعات، انه يتجاوب مع الدوله في هذا الموضوع، لان المهم ان يكون هناك تكافل اجتماعي، ويحس المواطن ان الزياده اللي جت له دي يستطيع بها انه يكمل اموره وحياته. انا خدي بال حضرتك برضه لما حصل نوع من الزنقه شويه واسعار زادت، حصل ان استهلاك المواطن قل في بعض السلع، فهو النهارده هذه الزياده فيها 5% بتمثل التضخم، لما في زياده لازم اتكلمنا مثلا على زياده اصحاب المعاشات 13%، فال 8% الزياده دي تمكن ان المستهلك او صاحب المعاش انه يستطيع يشتري الحاجات اللي اتحرم منها، او يعني فهو الهدف مننا جميعا سواء في مختلف السلع، سواء السلع المنزليه او السلع الغذائيه، ان هو يستطيع ان يحس بيها دون زياده في الاسعار. انا بطمن حضرتك من هذا الموضوع. تمام. يعني استاذ محمد المصري، اتحاد الغرف، الاتحاد العام للغرف التجاريه، العلاقه ما بين الاعضاء، انا بتكلم حضرتك بتقول لي 6000 تقريبا عضو، مش كده؟ 6 مليون يا فندم. 6 مليون. 6 مليون. 6 مليون مسجلين في السجلات التجاريه في 27 محافظه. تمام. رقم كبير ورقم ضخم ورقم طبعاً. مؤثر ورقم مؤثر. اضرب في متوسط 4 أو 5، فهم ايضا مستهلكين. تمام. انا بتكلم هنا، هل بيبقى ليكوا إيه، يعني اقصد اقول ايه، كلام
مع بعض تصلوا بيه، لانه يا جماعه لا حد ممكن يطرح فكره الزياده فيتقال له لا يا جماعه احنا عايزين نشتغل، وليه نطرح؟ اصل ما فيش مبرر. تعرف حضرتك عندنا ثقافه مصريه، يحصل زياده في المرتبات، يحصل ارتفاع في الاسعار. ما هي السنين اللي فاتت كانت كده، يعني احنا ما بنجيبش حاجه من عندنا. فانا بتكلم هل في مبرر السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت واللي قبلها حسيتي بيها يا مدام عزه؟ لا. طيب لا زمان، حضرتك بتتكلمي صح، وانا عايز اقول لك حاجه. في 27 زميل رؤساء غرف في كل محافظة، في رئيس غرفة، وفي مجالس إدارات، وفي شعب. التواصل بيتم هنا من خلالنا مع مختلف هذه القطاعات، لأن المصلحة إن احنا يبقى في تجاوب أيضا مع الحكومة، لأن الحكومة برضو بتساند وبتساعد. طب حضرتك أنا عايز أقول لك حاجة، في أهل مدارس بتعامل مع وزارة الداخلية. بس احنا في ده، في الحاجات دي، وفي اهلا رمضان، وفي الحاجات اللي بتحصل دي حاجات موسميه إيه استاذ محمد، بمعنى انها مش طول الوقت. يعني اقصد انا نفسي النهارده المواطن المصري اللي هياخد الزياده في شهر 7 وربنا يبارك له فيها ما يلاقيش تاني يوم سعر بوتاجاز غالي، سعر تلاجه، سعر عربيه. يعني هو ده، لانه ما فيش مبرر. ده اللي انا بتكلم فيه. ده في ناس هو ليه جت الرسائل الاس ام اس ان انا اجيب متخصصين واسالهم؟ لانه في ناس بمجرد الاعلان وحتى قبل التطبيق رفعوا الاسعار. يعني من المنطق ده بنتناقش. يعني انا مش قلقان، لان خلينا اقول لحضرتك حاجه، مفيش شك برضو ان هناك ركود شويه في الاسواق، بدليل ان احنا عندنا الاوكازيون بتعمل شهر واحد، احنا انتهى الشهر واضطرينا نمد شهر تاني. صحيح ماشي. فعايز اقول لحضرتك ايه، يعني خلال الاربع خمس سنين ما حصلش حضرتك نقص في اي سلع، ما حصلش عجز. حضرتك انت عندك في اوروبا حاليا حضرتك مع الكورونا، في البلاد في انجلترا وفرنسا في سوبر ماركت فاضيه. ايوه حضرتك ازاي؟ لا احنا حضرتك هنا الشعب المصري تكاتف وكان لحمه. ليه؟ لان في قياده واعيه قدام مننا، فكلنا بنحاول ان احنا نتجاوب مع القياده ومع الحكومه ايضا. يعني يعني بس صحيح شك ان الدنيا اتغيرت. صحيح. وطبعا انت ما دام خلقتي روح الانتماء، الكل هيبقى منتمي، سواء اذا كان تاجر او صانع او ضابط او قاضي او مستشار، كلنا من اجل مين؟ من اجل المواطن يحس بالرضا، خصوصا طبقه محدود الدخل. وانا برضه عايز يعني مش عايز انسى اقول لحضرتك سياده الرئيس من ثلاث ايام موضوع حضرتك اللي هو القروض على 30 سنه بفائده 3% اللي هو شيء عظيم متوسط الدخل، ده شيء برضه هيحرك في السوق العقاري. صحيح صحيح. فعايز عشان كده والناس يبقى والناس تلاقي معاها بقى خلاص مبلغ، فتقدر ان هي تشتغل وتقدر ان هي تحجز وتقدر يعني بالزبط. وتاخد شقه بالزبط. هي دي الحلقه بتبقى كده، يعني بتبقى كده. طمن مش حاجه، لازم نكون متواجدين مع فكر القياده ومع الحكومه ونتجاوب كلنا، ان يد الله مع الجماعه ونعم بالله. بشكرك فندم، بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد المصري. طمنا نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. خليني ارحب بالاستاذ